بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. وردني سؤال يسأل عن أبي الثناء الآلوسي وعن تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، فأحببت أن أفرده بتسجيل، خاصة أنه قد ورد فيه لغط كثير حوله ورد حوله لغط كثير من كثير من الناس. الشيخ محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الآلوسي رجل من كبار علماء العراق، كان من أسرة عريقة من السادة الأشراف، ينتهي نسبه إلى موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه في بيت علم ودين، أسرة عريقة من أشهر الأسر العراقية العلمية. كان مولده سنة 1217 للهجرة، وهذا في أواخر الدولة العثمانية. في أول أمره كان شافعي المذهب، ثم تحنف، وذكر في مقدمة تفسيره على ما أذكر وإن كان عهدي به قديم جدا، قال: حينما كنت شافعيا قلت عن مذهب الشافعي: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولما تعرفت إلى مذهب أبي حنيفة قلت: محا حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. هذا على سبيل المداعبة، فالمذاهب كلها خير وبركة. عالم واسع العلم، صوفي إلى العظم إن صح التعبير، فهو من الكتب التي تمتاز بالتفسير الصوفي الإشاري، فما من آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وهو يذكر الإشارة فيها، وهو حنفي متمسك بمذهبه كما قلنا. كتابه هذا روح المعاني كتاب واسع وشامل، واستفاد من كتب كثيرة، استفاد كثيرا جدا من الفخر الرازي، وإن رد عليه في بعض المسائل الفقهية التي يخالف فيها مذهب الإمام الأعظم، واستفاد من تفسير ابن عطية، واستفاد من غيره من التفاسير، ولكن الاستفادة الكبرى كانت من المدرسة البيانية، مدرسة الكشاف. وأكثر كتاب استفاد منه الشيخ الآلوسي هو كتاب شيخ الإسلام أبي السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. ويكاد يكون قد ضمنه تفسيره، يعني يكاد يكون تفسير الإمام أبو السعود مضمنا في تفسير الآلوسي. وأذكر حينما كنت أدرس الكتاب والنسخة كانت رديئة جدا، إذا أغلقت العبارة في كتاب أبي السعود، كنت أدرس تفسير أبي السعود، كنت أرجع إلى تفسير الآلوسي فكنت أجدها واضحة. يكاد يكون ضمنه هذا الكتاب. التفسير مليء بالعلم، هو مليء بالفوائد، ضخم كبير جدا، من أضخم كتب التفسير المعروفة. وهو مرجع مهم لطلاب علم التفسير، ولكن حصل لغط كبير جدا استغلته الفرقة الحشوية كعادتها في
التركيز على أي خطأ يوجد في الكتاب أو أي مخالفة يقوم بها الإمام ليقول للناس انظر كان هذا على طريقتنا. نعم وافقهم في بعض المسائل، وهذا الكلام كان محل أخذ ورد وجدل كبير عند العلماء. هناك من يثبت هذا ويقول نعم هذا قاله أبو الثناء الألوسي وأخطأ في مقولته تلك، وهذا يعني الاتجاه سائد في العراق في بلد الشيخ. في الأزهر الشريف وغيره والحجاز والشام هناك مقولة قديمة جدا، أول ما سمعتها من شيخي من شيخنا العلامة الشيخ محمد علي المراد، وهو من كبار علماء الحنفية الأزهريين، وهو من كبار علماء الإسلام. ذكر لي نقلا عن بعض شيوخه هو الشيخ مصطفى الحمامي، يعني يقول الشيخ مصطفى الشيخ علي المراد هذا رجل يعني ربما ولادته بعد الألوسي بقليل، فكيف الشيخ مصطفى الحمامي يعني ربما يكون كان معاصرا. على كل حال التواريخ تاريخ ولادة الشيخ محمد علي مراد لا أذكرها، لكنه يعني مات قبل أكثر من ربما 30 سنة، وكان من كبار العلماء وكان معروفا. قال لي هذه الأغاليط والمخالفات أضافها ولده، ولده كان وهابيا معروفا، وله كتب في نصرة الوهابية والرد على أهل السنة والجماعة، وإن كان حنفيا هو حنفي المذهب، ولكن له تخليطات في العقيدة والتصوف وافق فيها ابن تيمية ومن لف لفه. فكان الاتجاه السائد في تلك البلاد في مصر الأزهر والشام والحجاز أن ولد الشيخ هو الذي أضاف هذه الأشياء، وبعض العراقيين من طلاب العلم راجعت معه هذه المسألة وتناقشنا فيها، يقولون لا الشيخ الألوسي وضع هذه الأشياء هو الذي كتبها وقد أخطأ في هذا، يعني لم يوافق أحد من أهل السنة على هذا. موافقات لبعض الفرق الوهابية في مسائل قضية العلو ونحو ذلك، وهذه أشياء يمكن لطالب العلم وللعالم أن يراها بسهولة ويمكن له أن يتجنبها، فهذه لا تجرح في الفوائد الكثيرة الموجودة في هذا الكتاب، فهي أخطاء. يعني افرض أن الألوسي قال هذا، عاملهم بطريقتهم، هم رجال ونحن رجال، يعني ما الذي قدمه على العلماء الذين نقل عنهم؟ يعني الأئمة الذين لولاهم لما ذهب ولا جاء الألوسي، وهم عمدة كتابه في هذا يخالفونه في هذا، فالقضية افرض أن الألوسي أخطأ في هذا الخطأ، يعني لا يقدم ولا يؤخر. هناك نسخة خطية أهداها الألوسي للسلطان عبد المجيد في الدولة العثمانية، وهذه النسخة الحقيقة حاولت الوصول إليها فلم أصل إليها، مذ أتيت لتركيا لم أستطع الوصول إليها. فهل هذه النسخة خالية من هذه الأغاليط؟ إذا كانت خالية من هذه الأغاليط فإذا ثبتت نظرية الدس التي جاء بها الابن وأضاف أي تفسير أبيه، إن لم تثبت فتفسير الألوسي تفسير جيد ونافع ومفيد في غير تلك المسائل المحدودة المعدودة. وغريب أمر الوهابية الذين يحاربون التصوف ويعدون التفسير الإشاري من الباطنية، وهم يرونه في كل آية يصرح بالتفسير الإشاري ويقول رجع إلى طريقتنا. أي طريقة جماعة؟ هؤلاء حقيقة يعني ما رأيت مثل هذه الفرقة، يتصيد أي كلمة، أي كلمة يجدها خلاص إذن هذا صار لنا، كما توبوا علماء الإسلام جميعا. أخطأ في مسألة مسألتين ثلاث أربع خمسة عشر مسائل، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على مذهب السابق مذهب الشافعية، أخذوا بهذا الحديث على ظاهره. فإذا رحم الله الشيخ الألوسي، وننبه طلاب العلم إذا ما قرأوا هذا الكتاب أن يستفيدوا منه
وأن يأخذوا الفوائد الحسنة، ولكن القاعدة المستمرة المستقرة في منهج البحث في العلوم الإسلامية، العقيدة تؤخذ من علماء العقيدة، ولا تؤخذ من كتب التفسير، والتفسير لا يؤخذ من كتب العقيدة، يؤخذ من علماء التفسير. غاية ما في الأمر أن الشيخ أخطأ، وهو ليس كتابا في العقيدة، إنما هو كتاب في التفسير، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين.